السؤال السادس أرسل به الأخ رمزة لاسمه صالح. لدي بنت عمرها 3 سنوات كثيرة الحركة والعناد، وأحيانا تقوم بضرب أختها التي عمرها 6 أشهر، وأنا أغضب من تصرفاتها. كيف أسيطر على غضبي، وما الحل لعنادها وضربها لأختها؟ سؤالك من شقين، الشق الأول أنه البنت عنيدة وتضرب أختها، والنقطة الثانية كيف أسيطر على غضبي. بالنسبة إلى البنت الصغيرة، يعني الطفلة عمرها 3 سنوات لم تتولد لديها المفاهيم بعد. البنت أو الطفل الصغير الذكر يلجأ إلى العدوانية نتيجة وجود مشكلة في داخل البيت، هي عدم قدرته أو مقدرة الطفل على التعبير عن كيانه أو عن شخصيته. بمعنى أو بآخر، هو كثير أو هي كثيرة الحركة. فكثيرة الحركة نعالجها مباشرة باتخاذ إجراءات بالإلهاء. إذن النقطة الأساسية إلهاء الطفل بشيء مفيد، تنفيس عن غضبه من خلال تفريغ الطاقة الموجودة لديه بأمر مفيد. أمر مفيد ماذا؟ لو هي كان أو إذا كانت هي من الذين يميلون إلى النشاط البدني، نعم أرهقها بدنيا بالركض باللعب بالكذا إلى آخره حتى تستفيد طاقتها، وهي في الأصل في علم الفراسة شخصيتها قوية. فمن يكون له العدوانية، معنى هذا الكلام أنه لديه طاقة هائلة، فيجب استثمار هذه الطاقة. فإذا لم نستثمرها بشيء جميل وجديد ومتنوع، فستبقى العدائية موجودة. أما النقطة الأخرى، يجب عليك يا أيها الأب أن تساند البنت المضروبة بأن تقويها في الدفاع عن نفسها. فيلتزم الأول في عدم إيذاء الآخر. النقطة الأخرى، مسألة الأقران، يجب عليها أن تكون أكثر اجتماعية. بمعنى أو بآخر، قد يكون بين الأختين غيرة نتيجة سبب ما، فالأصل عندما نضعها بين الأقران تخف حدة هذه العدوانية حقيقةً.